يعني التجربة مهمة كمان أستاذ أيمن، ومشاركة مصرية مهمة، وجايزة أولى في التصوير الحمد الفوتوغرافي، لله وده يا رب. مش غريب عليك. يعني احنا الله اتقابلنا قبل يخليك، كده يعني ما الحمد شاء الله، لله. وكل مرة بنتقابل يا رب دايما في جوائز. أنا عايزة قبل ما أتكلم على الجايزة أتكلم على كلمة مصر اللي حضرتك ألقيتها في بينالي الصين، وكانت كلمة مهمة قوي، ولقت يعني تشجيع وحماس وترحاب بشكل لافت. كان ايه محتويات كلمة حضرتك؟ بص عليك، وانا اول ما وصلت طبعا من احلى المفاجآت اللي انا لقيتها، انا اول ما وصلت الاوتيل طبعا استقبال، انا مش عايز اقول لك يعني كاننا، انا دايما اقول زي لجنه 2010 لما جبناهم مصر نشوفوا كنا بنعمل معاهم ايه. انا كانوا مستقبليني كده، انا كنت مستغرب مش عارف ان البنالي بالقوه دي، هو البنالي التاني. فطبعا اول ما رحت الاوتيل بمسك البروشور ببص فيه، اول مفاجاه لقيت ان حاطط لي صوره من بتوعي في الاعلانات بتاعت البروشور. فطبعا قلت يعني معلش يمكن صوري راحت بدري شويه فاستخدموني في الاعلانات. بعدين بره الاسكادجول بتاع البرنامج لقيت ان يوم 13 في كلام، يعني المفروض نلقي كلمه، لقيت البلاد كلها، انا كنت المصري الوحيد والعربي الوحيد الموجود، فكل البلاد امريكا والارجنتين ومالطا واسبانيا وايطاليا كلهم. وبعدين ببص لقيت ايمن لطفي من مصر ليا معاد كلمه. طبعا انا دايما ما بحضرش على فكره، ما بعرفش اكتب، دايما بتكلم بتلقائيه. بس تنفجر. لما جت ان الكلمه بتاعتي، انا قعدت مستني طبعا البلاد اللي قبليها، الامريكان قاموا جمعيات بتاعت الفياب والبي بي اي، وكلها جمعيات على فكره ضخمه جدا في العالم، الناس دي انا بسمع عنها دايما وامثله ضخمه بالنسبه لنا. فانا لما جت معادي الكلمه كلهم بيعملوا بروموشن للجمعيات بتاعتهم وعايزين مشتركين وعايزين اعضاء، وكل واحد بيشرح بلده بتعمل ايه، وعرضوا افلام سياحيه ساعات عن بلادهم، يعني بتوع اليونان عربي فيلم سياحي. طبعا انا قمت لما جيت اتكلم قلت لهم طبعا كلكم عارفين مصر مش عايزين افلام سياحيه، احنا الفراعنه والاهرامات وكل حاجه. قلت لهم انا عايز اقول لكم اللي احنا مصورين، مهما كانت الجمعيات دي كبيره ومهما كنتوا اساميكم كبيره، ما حدش يعرفكم اللي احنا دايره مغلقه مصورين على بعض. قلت لهم انا عايز الناس اللي احنا نشجع الناس تفهم يعني ايه فوتوغرافيا، تفهم يعني ايه الصوره دي خدت جايزه ليه، ايه تكويناتها، ايه ازاي الصوره تاخد جايزه يعني. فقلت لهم انا عملت تجربه في مصر عشان ازود عدد الفيور او الناس اللي بيتفرجوا متابعين ومشاهدين. مستلقين او بيتفرجوا على الفوتوغرافيا. قلت لهم انا عملت تجربه في مصر مع فنانه تشكيليه، دي تجربتي مع ريهام، اللي احنا عملنا بتجربه بودي بينتينج، هي ابتدت ترسم على الوشوش وانا ابتديت اصورها. فقلت لهم انا التجربه دي عملتها فخليت الناس المحب الفن التشكيلي ابتدوا يتفرجوا على الفوتوغرافيا كمان، وابتدوا يعرفوا يعني ايه صوره فوتوغرافيه وتكوينها ايه. فهو الموضوع الصراحه برضو بسرعه كده، ان الصوره الفوتوغرافيه بتبقى عباره، احنا بنشوفها كونستراكشن اجساد، يعني ثلاث اجساد واجسام بالعلامه فيه، لازم الصوره يبقى ليها تكويناتها، فلازم الصوره تكون كل يونت فيها او كل جزء وحدة. في الصوره ليه معنى، وما فيش حاجه اسمها حاجه زياده او تكوينه غلط او حاجه. فعشان كده الصوره اللي بتفوز عايزين نفهم الناس بتفوز ليه. وقامت برضو بالمناسبه فنانه قالت لي يعني انت عايز تقول ان في يوم من الايام هتبقى صوره فوتوغرافيه زي بيكاسو؟ فلما سالتها قلت لها حضرتك بتصوري؟ قالت لي لا انا جوزي هو اللي بيصور. فقلت لجوزها، قلت له قوم اشرح للمدام قول لها انت بتتعب ازاي في الصوره الفوتوغرافيه عشان تاخد جايزه. فطبعا هي ضحكت عشان افتكرت هو اكيد بيتعب قد ايه عشان صورته تحصل على جايزه. يعني صورتك اللي حصلت على جايزة، ومش بس جايزة عادية، دي الجايزة الأولى في التصوير الفوتوغرافي. لو قلنا في رأيك أنت حيثيات حصول الصورة دي على الجايزة كانت إيه؟ بصي يعني أنا أقول لك، بس هو توفيق من عند ربنا غريب، الحمد لله يا رب، الحمد لله. بص المفاجآت اللي انا شفتها، اول حاجه اللي الاقي صورتي موجوده في البروشور، تاني حاجه وانا رايح على المعرض بالليل واحنا سايقين راكبين الاتوبيس بتاع المعرض، شفت البنالي من بره حاطين صور للفنانين مصورين وضاربين عليها اضاءه. فلما رحت تاني يوم لقيتهم حاطين صوره من بتاعتي 10 متر في 4 متر في مدخل البنالي. فتخيل انا رايح الصبح، رايح يعني احضر الافتتاح وبقول يعني يا رب صوري تكون محطوطه في حته، صور حتة مصر كويسة والجناح مش المصري في شايفها حته يعني. كويسه. فلقيتهم حاطين لي صورتي في المدخل بتاع البنالي، فطبعا فرحت جدا. طبعا لما دخلت بقى في توزيع الجوائز، انا قريت الجوائز طبعا هم 200 جائزه، اعلى حاجه الماستر اوورد دي. فطبعا انا قعدت في توزيع الجوائز قاعد مستني، ما بيندهوش عليا ما بيندهوش عليا، فعارفه اللي هو ابتديت اعرق وقلت يا رب الحمد لله على كده كفايه، اللي انا المركز اللي انا حصلت له، اللي انا صورتي تبقى متعلقه بره في مدخل البنالي. فقلت يا رب خلاص مش عايز اكتر من كده، لان انا ما توقعتش ان الماستر اورد دي في الفوتوغرافي يعني
ومش على صوره واحده، على مجموعه اعمالي كلها. أعمال. فمعناه ان صورك ما فيهاش غلطه. وانا عايز اقول لك الناس اللي جنبي في واخدين الجوائز اقل واحد 55 سنه، واسامي انا بقول يعني لو شفتهم في شارع حجر اتصور جنبهم، دول كانوا واقفين جنبي بياخدوا جوائز، ومصورين عالميين بتوع ناشونال جيوغرافيك وليهم فظاعة يعني. فانا قعدت استنيت لما جه معادي المصر اورد، انا قعدت كده قلت خلاص بقى انا ايه الحمد لله على كده. ففوجئت ان هم ندهوا اسمي طبعا، والحمد لله كانوا كاتبين اسمي عشان بالصيني بيقولوا ايمن لطفي محمود فهمي يعني رباعي. فطبعا مش عايز اقول لك على السعاده والفخر اللي انا حسيت بيه، وفعلا يعني انبسطت جدا ان مصر اسمها يتحط مع الناس دي. وعايز اقول لك ان لجنه التحكيم كان معظمها من الامريكان، وامريكا ما خدتش الجائزه دي. يعني كان معايا اتنين ايطاليين، واحد من الارجنتين وواحد من بلجيكا ومصر، احنا سته بناخد الجائزه الماستر اوورد دي. فمن وسط 200 جائزه، وكان في 12000 صوره داخلين و1200 صوره معروضين في المعرض، فالحمد لله رب كان حاجه جميله جدا. حاجه جميله كمان لحاجه استاذ ايمن، انه حضرتك قلت انه دي الدوره الثانيه للبينالي الصين للتصوير يعني المعاصر. للتصوير المعاصر يعني تعتبر او يعتبر البينالي بشكل عام في خطواته الاولى، في انه يكون في الخطوات الاولى ولسه في البدايات ويفوز فنان مصري عربي، دي حاجه هايله جدا. بص هي مشرفة طبعا، وانا عايز اقول حاجة برضو لكل الفنانين اللي بيسافروا بره. طبعا انا بذكر الاستاذ مهسن شعلان طبعا، عايز اقول لك راجل انا يعني عامل له تقرير كاتب له المغامر المقامر. يعني ان هو يكون يبعت على مسؤوليتي وفنانين شباب، انا معلش انا عايز بقول على نفسي شباب، ف بقول لك كون ان هو يبعتنا، هو عنده رؤية فنية شوية كده يعني، زي ما اختار ريهام كده، عارف انها عندها حماسة وفي التنظيم والكلام ده كله. برضو يعني يمكن هو شاف فيا حاجة معينة، والحمد لله اللي انا شرفته وشرفت مصر وشرفت سيادة الوزير. هو اللي رشحني. فمسؤولية قوي، وكونك تمثلي مصر وتبقي لوحدك النطقة، يعني ما تكلمش كلمة عربي هناك، بتمثلي قدام ناس اللي هو امريكان بقى ومصورين تقال قوي، وانا برضو سن صغير بالنسبة له، فالموضوع مش سهل. فانا عايز اشرف بلدي، عايز اتكلم، واخد الاجهزة بتاعت الكاميرا بتاعت ما كنا بننزل سيشن مع بعض كلنا طبعا، واخد أجهزة حديثة وحاجتي حديثة وأحسن حاجة، فالناس ابتدت تبص لك باحترام يعني. وابتديت كمان لما بتكلم، أنا كان عندي محاضرة ثانية اتكلمت فيها عن التكنيك بتاع التصوير والكالر كوريكشن والحاجات بتاعت الصور، طبعا ابتدوا يعني الحمد لله يا رب. أنا على ما أظن أنا شرفت مصر قوي، لأن هم في الآخر ابتدوا طبعا الناس تعمل كونتاكت معايا، ونفسنا نعمل نشاطات في مصر، وابتدوا يتكلموا معايا. الأول كانوا مستكبرين شوية بس رجعوا. أنا عايز أقول لك في الآخر يعني احترام جميل جدا لينا يعني. طيب أستاذ أيمن، يعني مشاركة جميلة وتشريف بالفعل لمصر باسم حضرتك، لكن لو سألنا على تكنيك التصوير الفوتوغرافي في مصر، احنا وصلنا لحد فين بشكل عام؟ انا مش عايزه اتكلم على تجربتك انت بشكل فردي، لكن بشكل عام احنا وصلنا لفين في التكنيك ده؟ بصي احنا عندنا مشكله صغيره قوي لسه بنتكلم فيها، احنا نستخدم ديجيتال ولا نستخدم فيلم ولا نستخدم كمبيوتر ولا مش كمبيوتر. بصي انا شفت هناك المعرض ده كان فيه، انا عايز اقول لك فيه 89 جامعه اسمها ارت اند ديزاين في الصين. يعني جامعه بتطلع كوادر، انا ما شفتش حد بيهزر، معلش انا اسف في اللفظ، مفيش صوره هناك بتاعت واحد بيهزر. احنا كتير بنخش معارض هنا بنلاقي واحده ايه ده، طب ده قصده ايه، طب ده حتى اللي ما بيفهمش في الفوتوغرافيا بيشوف الصور مستوى عالي جدا، مفيش حد بيهزر. يعني الناس حاطه تكنيك مظبوط، في قواعد للفوتوغرافيا المفروض احنا بنلتزم بيها، حتى لو استخدمنا التكنولوجيا الحديثه بس يبقى على القاعده الرئيسيه للفوتوغرافيا. الصوره الفوتوغرافيه لازم ليها تكوين مظبوط، لازم ليها موضوع، لازم يبقى فيها لايتنج مظبوطه، لازم بتقول حدوته، لازم في نقطه في عيني انا اللي ببص على الصوره بخليه عينه ما تطلعش بره الصوره. انا بتحكم اللي بيبص، بخليه يشوف اول لقطه ايه، تاني لقطه ايه، تالت لقطه ايه في صورتي، واخلي عينه ما تطلعش بره صورتي. كل الحاجات ده تكنيك مهم في التكوين بتاع الفوتوغرافي. بعد كده بقى نيجي بقى الموضوع نتكلم في الديجيتال. بصي استخدمي كمبيوتر، استخدمي كاميرا ديجيتال، استخدمي فيلم، استخدمي كل الامكانيات بتاعتك، بس في الاخر لو تسمحي طلعي لنا صوره محترمه، لما حد يشوفها ما يقولش ده بيهزر، انا ممكن اعملها. كلنا معانا موبايلات وكلنا معانا كاميرات ممكن نصور، وكل واحد طبعا بيشوف صورته حلوه، بس لازم نعرف القواعد، لازم نعرف القواعد الاول عشان نقدر ننافس، عشان مستوى يا جماعه العالمي
بجد حاجة فظيعة، والحمد لله انا بقول لك توفيق من عند ربنا، مش عايز اقول لك شطارة مني ولا اي حاجة، الحمد لله يا رب. انا يمكن المسؤولية دي عشان الناس اللي بعتوني واللي رشحوني، ربنا قدرني ان انا انصر، والحمد لله الماستر اورد دي اعلى جائزة في حياتي يعني، واتمنى انها تتعوض تاني. يا اما اعتزل بقى الاعلى خلاص. كمان ان شاء الله. الله يخليك. انا الله بس يعني احنا اتقابلنا قبل كده استاذ ايمن في جوائز سابقه، وكان ليا شرف ان انا اسجل مع الله حضرتك. يكرمك. لقيتك دايما بتلمس الملامح الانسانيه قوي والتفاصيل البسيطه في الوشوش المصريه. هل ده نقدر نقول عليه واحد من عوامل او حيثيات حصولك على الجائزه، انك بتهتم بالتفاصيل، بالخدوش اللي هنا، بصي بتعليم بالظبط السن، بالظبط. بصي هم يعني انا برضو انا فكرة يعني فكرة الانغماس في المحلية مثلا زي نجيب محفوظ كده، انت عملت ده في والله الأسواق الله طوال. يخليكي بالنسبه للتشبيه العفو يعني، بس انا بصي انا يعني بصي هي فطره، مش عايز اقول لك برضو مش عايزين نقول شطاره وانا محترفه، هي فطره. انا بحس بالصوره، الموديل طبعا بتعب معاه قوي عشان اخد منه صوره، انا بقول لك ساعات بوصل لفوق ال 250 صوره بصورها عشان اطلع صوره واحده، ده احساس بتطلعي احساس. فانت تصدقي هم قالوا لي كده، قالوا لي احنا فهمنا شغلك انت عايز تقول فيه ايه، وكونوا من هم قالوا لي احنا فهمنا شغلك دي حاجه جميل. جميله جدا على فكره. وانا فعلا بيبقى في مسج انا بقولها في صوري، انا مش بحط صوره بورتريه بس ولا اي حاجه، لا بيبقى في حواديت، والصوره اللي كنا حاطينها لي بره اسمها جيميناي يعني، يعني الجوزاء يعني، هي شخصيه مكرره 4 مرات لان هي شخصيه مختلفه. فهم انا بحط الاحساس بتاعنا، واحنا على فكره كعرب عندنا احساس جميل جدا، احنا ناقصنا بس شويه ثقه وتكنيك كويس وشغلنا هيبان في العالم يعني كله. انا بقول لك احنا عندنا احساس مش موجود عندهم، هم برضو في جفاء شويه، هم صحيح. بيتعبوا مع الموديل زي اللي انا ما بعرفش اعبره، ها. واحنا بنشوف الشغل بتاعهم. ها. احنا الناس بتوعنا والوشوش بتاعتنا فعلا كلها معبرة بالفطرة. معبره، وهي طبعا انا بشكر كل الناس اللي سمحوا لي ان انا اصورهم واعرض صورهم، بجد بشكرهم، هم يعني زملائي في النجاح، انا بعتبرهم شركائي في الصوره يعني، كان انا فيلم ممثل وانا المخرج مثلا، فما بعتبروش موديل، بعتبره زميلي في الصوره، وهو اللي خلى الشغل بتاعي يطلع بالاحساس ده والناس تصدقه. طيب انا عايزه قبل ما اختم ارجع تاني